مشاهدينا الكرام تتواصل لقاءاتنا في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، لننقل لكم الفرحة التي ترتسم في وجوه الكثير من أبناء هذه المحافظة، محافظة عدن، وأيضا من كل على وجوه أولئك الزائرين إلى هذه المحافظة التي لطالما عرفت بمحافظة التعايش ومحافظة قبولها للآخر. هذه المحافظة التي اشتهرت بمتنفساتها وشواطئها الرائعة، وكذلك هذه الطيبة الموجودة في قلوب أبناء هذه المحافظة. أعزائي المشاهدين، هناك عدد من اللقاءات قرناها مع عدد من الشخصيات الاعتبارية وكذلك الأمنية والعسكرية. كونوا معنا في هذه اللقاءات. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ننقل تهانينا الحارة لفخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. وبهذه المناسبة نهني شعبنا الصابر في جميع المراحل، ونشد على أيدي قواتنا المسلحة وأبطالنا المرابطين في الجبهات، في جبهات الساحل الغربي وجميع جبهات القتال ضد الميليشيا الانقلابية. ونأمل من الله عز وجل أن يخرج وطننا الحبيب من هذه المحن. والحمد لله نلاحظ أن عيد الأضحى قد أتى وقد تحسن وضع هذا الوطن كثيرا بعودة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. بهذه المناسبة نجدد العهد والوفاء لقيادتنا السياسية والعسكرية بمواصلة الصمود والنضال حتى نحقق لشعبنا ولقواتنا المسلحة أعلى جاهزية بإذن الله. ونغتنم بالترحم على شهدائنا الأبرار الذي كانوا اللبنة الأولى في التحرر من انقلاب الميليشيات الحوثية، ونتمنى لجرحانا الشفاء العاجل بإذن الله. أنا العقيد مختار سعدان سالم، ركن تدريب اللواء الثالث حماية رئاسية، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك يطيب لنا أن نهني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي وكذا جميع أفراد الحكومة، ونهني جميع الأخوة القادة والضباط والأفراد والأخوة المرابطين في جبهات القتال وخاصة في الساحل الغربي، ونهنيهم بهذه المناسبة ونتمنى لهم مزيدا من النجاحات والتقدم وتحقيق النصر لما فيه عزة لهذا الوطن، وإننا جاهزون لتنفيذ أي مهام طلب منا في أي لحظة من اللحظات لرفض هذه الجبهات بالمقاتلين، وجميعنا في جاهزية قتالية عالية ومستمدين تعليمات قيادتنا السياسية وجاهزين لتنفيذ تعليماتهم في أي وقت من الأوقات. نتمنى لهم عيدا مباركا وكل عام والجميع بخير والشعب اليمني بصحة وعافية ومزيد من الانتصارات. كما يطيب لي أن أهني منتسبي اللواء الثالث حماية رئاسية ممثلة بالأق قائد اللواء العميد خالد محمد الوحيشي الذي يقدم كل ما في وسعه وتذليل الصعاب من أجل تطوير مهارات اللواء ورفع جاهزة القتالية باستمرار. كما نهني قيادة ألوية الحماية الرئاسية بقيادة العميد الركن ناصر عبد ربه منصور على جهوده الذي يبذلها باستمرار وتذليل الصعاب أمام ألوية الحماية الرئاسية. ونشكر جميع منتسبي اللواء الثالث ضباطا وصف وأفراد، وندعوهم إلى رفع جاهزيتهم القتالية والتدريب
وكونوا جاهزين لتنفيذ أي مهام توكل إليهم في أي وقت. وشكرا. هن فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بحلول عيد الأضحى المبارك علينا وعلى أمة محمد أجمعين، وعلى قائد المنطقة العسكرية اللواء ركن الفضل الحسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة، ونهن المرابطين قيادة الألوية وقيادة المقاومة وقيادة ألوية العمالقة وقيادة جبهة كرش وحمالة بالحلول عيد الأضحى المبارك، ونهن الشعب ونهن الشعب ونهن الأمة الإسلامية في كل الدول إن شاء الله بحلول هذا الشهر الكريم، ونقول كل سنة وأنتم طيبين، ونهن دول التحالف العربي بحلول هذا العيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله بإذن الله يعود العام القادم إن شاء الله والبلاد بأمان وسلام ومحررة من كل البقاع من هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية المتطرفة. عيد مبارك وكل عام وشعبنا اليمني بخير، وقيادته السياسية من مثله بالمشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وكذلك نهني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكذلك نهني محافظ لحق وقيادة الحزام الأمني في محافظة لحق والوطنية والمقاتلين في الجبهات من الضباط المقاومة، ونقول لهم أصمدوا والنصر قريب، إن ثباتكم في الجبهات اليوم هو انتصار على العدو الحوثي، واليوم يتقهقر كما أؤكد لكم أننا هنا في محافظة لحج عدينا الخطة العيد والأمور مستقرة والأمور طيبة، ونقول لكل أبناء الزوار أن محافظة لحج في أمان وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا اليمني وإلى قيادتنا السياسية والعسكرية برئاسة فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي، ومع الانتصارات التي سطرت في جبهات الشرف والبطولة في جبهات القتال في الساحة الغربي وفي جبهة كرش حمالة ركن التوجيه المعنوي للواء الخامس دعم وإسناد العقيد رفيق حيدرة الغزالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد نرفع آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عادها الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونهني القيادة السياسية والعسكرية، ونرفع آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، وإلى الشعب اليمني قاطبة بمناسبة هذه المناسبة وبمناسبة الانتصارات اللي حققها اللواء على جبهات القتال في كرش في حمالة وفي كل مختلف الجبهات سواء كان في الساحل الغربي أو في مختلف الجبهات. أنا أني القيادة السياسية ممثلة فخامة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، والحكومة ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر وكافة أعضاء الحكومة، ونهني أخواننا المواطنين جميعا بقدوم عيد الأضحى المبارك، كما نزف إلى شعبنا اليمني الانتصارات التي تتحقق كل يوم في معظم جبهات البلاد، ونقول لهم أنه لن يأتي العيد إلا وقد حصلت إنجازات كبيرة في تحرير العديد من المناطق، وإن شاء الله تكون الحديدة هي ولا تلك المناطق، كما لا يسعنا إلا أن نشكر أخواننا في التحالف العربي مثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم في دعم ورفض الحكومة والشرعية بكل الدعم والإسناد لمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي دمرت الحارث والنسل. نهني الشعب
اليمني والقيادة السياسية بقيادة المشير عبد ربه منصور هادي، ونهني قيادتنا في محافظة عدن والأخ وزير الداخلية ونائب رئيس الحكومة والأخ اللواء شلال علي شايع وكافة القيادات في محافظة عدن. نهنيهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذي نتمنى أن يعيد الله علينا بالخير والبركات إن شاء الله. وأيضا نحب أن نطمن قيادتنا وشعبنا بأن الحالة الأمنية إن شاء الله تسر، وأننا نبذل جهود غير عادية تحت شرف قيادة وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية ومدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شايع، الذي بذل جهود غير عادية ويتابعنا في جميع القضايا، حيث أن هناك جهود مجهولة تبذل بإمكانيات محدودة، وهناك خطة أمنية منزلة للقيادة لتأمين إجازة العيد كامل، بحكم أنه عدن هي المنطقة الوحيدة التي هي متنفس للجميع، وتكون هناك اكتظاظ يعني وازدحام سكاني في خلال إجازة العيد، وتوجد لدينا خطة أمنية يعني كاملة لتأمين المناطق السياحية، لتأمين الأسواق، لتأمين المربعات يعني كاملة الموجودة داخل المحافظة. وهناك خطة أمنية منزلة ويتم تطبيقها من اليوم هذا. كما نطمن الجميع بأنه الأمن في خدمة الجميع، ويطمنوا هناك جهود تبذل لتأمين المواطن والحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة والعامة. أيضا بهذا المناسبة لا ننسى أن نهنئ أخواننا المرابطين في الجبهات، والذي نقول لهم يعني تهانينا الحارة بعيد الأضحى المبارك، ونطمنهم ونعلمهم بأن احنا يعني قلوبنا معهم، وهم الذي هم ساهرين في الجبهات ويقوموا بدور غير عادي. كمان احنا في الجبهات الداخلية، فهم كمان في جبهات المواجهة، ونبشرهم ان شاء الله النصر قريب، النصر قريب ان شاء الله. أهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية بالعيد الأضحى المبارك، وأهني رجال الدفاع المدني الأبطال الذين واجدين في مراكزهم وفوق واجبهم، وهم خدمتهم الإنسانية. وكما أهني مدير أمن محافظة عدن، وأهني جميع وأهني وزير الداخلية، وأهني وكلاء وزارة الداخلية، وعلى الأستاذ عبد الله حيا جابر، وأهني جميع الشعب في محافظة عدن. استعداداتنا في العيد جاهزين، 5 مراكز بالدفاع المدني في محافظة عدن، وهم كلهم فوق الجاهزية، ونحن على استعداد نعمل لفة إلى جميع المراكز هذه. إذا ترون تشوفون الجاهزية حقهم عالية جدا، لازم نعمل الجاهزية في خاصة في هذه الأيام اللي يدخل فيها الزوار، والذي بعض أحيان تكثر فيها بعض الحرائق، خاصة في الأعياد تكثر عندنا بعض الحرائق. الآليات جاهزة جدا كاملة كلها، في كل سيارة في كل مركز 2 سيارات إطفاء مع بوزة الماء كامل، والأفراد وكل شيء موجود متوفر عندنا بنعمة الله. كما أهني مدير الدفاع المدني العقيد محمد حسن الشميري على إتاحته الفرصة لجميع أفراد الدفاع المدني، وكما أهنيه تهنئة كاملة بهذا العيد المبارك. أعزائي المشاهدين الكرام، تتواصل أفراح العيد وتتواصل بهجة العيد، وطبعا أنتم كما تعرفون هناك العديد من اللقاءات التي نجريها الآن، وكلها تهاني خاصة بفرحة العيد. ونحن الآن نقف في محل للحلويات، وفي العيد طبعا يقبل العديد من سكان هذه المدينة وهذه المحافظة الجميلة والرائعة محافظة عدن على شراء العديد من أنواع وأصناف الحلويات المشهورة بهذه المحافظة، التي لطالما اشتهرت بتقديمها لأنواع عدة من الحلوى الجميلة والرائعة التي يقدموها في العيد. طبعا معنا الآن صاحب إحدى تلك المحلات، وهو عبد الواسع أحمد المنصوري الملقب أبو عثمان، صاحب حلويات أبو عثمان. أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيب وصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله أنت طيب. أول نهنى اشتاقياتنا السياسية الممثلة في فخامة الرئيس عبد الله منصور هادي، و
وقادتنا العسكرية وجنودنا أيضا المرابطين في الحدود وشعبنا اليمني جميعا إن شاء الله. جميل. طيب أخ عبد الواسع، نريدك أن تحدثنا، طبعا الناس يقبلون في العيد على شراء الحلويات وأصناف الحلويات، وأنت كصاحب أحد تلك المحلات، عن إقبال الناس على شراء هذه الحلويات. والله الناس كلها مستعدة وفرحانين، ونسأل الله أن تكون البلاد مستقلة تمام وبإذن الله تعود اليمن كما كانت عليه وإن شاء الله. حدثنا عن أبرز الحلويات التي أنتم تصنعوها في هذا العيد. والله نصنع حلويات اللبن وحلويات التحالف والسكريمينج والشوكولاته وحلويات اللحية ايضا والهرايز. اخ عبد الواسع، كل سنه وانت طيب وكل عام وانت بخير، واسرتك الكريمه ان شاء الله تستمتعوا وتقضوا اوقات طيبه في العيد، وان شاء الله ايضا لمزيد من الازدهار في اعمالكم. كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، والشعب اليمني وامه الاسلام ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، لقاءاتنا تتواصل مع عدد من المسؤولين ومدراء المرافق الحيويه في هذه المحافظه ايضا، ونحن الان في اهم المرافق الحيويه والمعلم البارز في هذه المحافظه، هيئة مستشفى الجمهورية، ونلتقي الآن بالرئيس مجلس إدارة هذا المستشفى والمدير العام لهيئة مستشفى الجمهورية الدكتور أحمد سالم القربة، لنعرف تهنئته في هذا العيد وكذلك أيضا استعدادات هيئة مستشفى الجمهورية لهذا العيد. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد، ونحن سعداء في أن نتعرف، لمن تحب أن تقدم التهنئة في هذا العيد؟ اهلا وسهلا بكم الى هيئه مستشفى الجمهوريه التعليمي، نحن سعداء جدا ان نلتقي بكم اليوم ونلتقي بقناتنا الحبيبه قناه عدن، يسعدنا ويشرفنا ان نتقدم باسم جميع العاملين في هيئه مستشفى الجمهوريه عدن من اطباء ومن ممرضين وفنيين وعمال وموظفين واداريين، ان نتقدم بالتهاني الحاره الى رئيس الجمهوريه الفريق عبد ربه منصور هادي، وإلى الأخ رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وإلى كافة أعضاء الحكومة، وإلى كافة شعبنا الأبي المكافح المناضل، ونقول لهم مبروك هذا العيد السعيد علينا وعليكم، ونسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا في السنوات القادمة في خير ويمن وبركات. ونحن في هذه المناسبة نعلن للجمهور الكريم أن مستشفى الجمهورية سيبقى مفتوحا خلال الأعياد مثل ما كان يعمل، ويستقبل كل الحالات على مدار 24 ساعة. أعزائي المشاهدين، هذه الكلمات الجميلة والرائعة هي تزيد البسمة في هذا العيد وترسم الفرحة لكل زائر في هذه المحافظة. الدكتور أحمد سالم، في كلمة أخيرة، ماذا تريد وماذا تحب أن تقول لكل زائر لهذه المحافظة الجميلة، خاصة أن هناك العديد من الزائرين أيضا من نزح إلى هذه المحافظة جراء هذه الحرب، كل زائر إلى هذه المحافظة ما الذي تحب أن تقول له؟ والله أولا نقول لهم أنه نتمنى لهم يعني إجازة عيد سعيدة جدا، نتمنى أن يتمتعوا بكل المعالم الجميلة لمحافظة عدن، وبالذات معالمها السياحية، وبالذات معالمها السواحل والشواطئ الجميلة، ونأمل أن يقضوا إجازتهم بدون أي منقصات، ونأمل أيضا أن لا يصابوا بأي يعني عارض صحي، ويتمتعوا بإجازتهم، ونأمل لهم إجازة سعيدة وموفقة، والسلام عليكم ورحمة الله. دكتور أحمد سالم القربة، رئيس مجلس إدارة هيئة مستشفى الجمهورية، كل عام وأنت طيب إن شاء الله، وأهلك وذويك إن شاء الله بإذن الله تعالى، وعيد سعيد تقضيها أنت وأسرتك الكريمة بإذن الله تعالى، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين جميعا، وشكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه التهنئات التي نأخذها مع عدد من شخصيات محافظة عدن في كل المرافق، وهذه المرافق الحيوية في هذه المحافظة الجميلة والرائعة. معنا الآن الدكتور رمزي علي عليوة، القائم بأعمال مدير عام مستشفى الصداقة. أهلا وسهلا بك دكتور، وكل سنة وأنت طيب، وكل عام وأنت بألف خير. أنتم كذلك إن شاء الله، كل عام أنتم طيبين إن شاء الله، تقبل منكم صالح الأعمال بإذن الله تعالى. نرحب بكم الإخوة في قناة عدن الفضائية، نشكر زيارتكم لنا في هذا اليوم، نحب أن نتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام والتمنيات بالخير والسعادة للجميع بقدوم عيد أعاده الله علينا وعلى جميع سكان البلد وعلى كل المسلمين في كل أنحاء العالم بالخير واليمن والبركات. نحب أن ننتهز هذه الفرصة ونقدم تقديرنا واحترامنا للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الفريق
عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وكل الأعضاء الفاعلين في هذا البلد والعاملين في هذا البلد في المجال الصحي، وأيضا في مقدمتهم الأخ وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم ووكلاء وزارة الصحة، والأخ مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور جمال محمد اسماعيل خدابخش، وكل الزملاء العاملين في المجال الصحي في محافظة عدن من طاقم تمريضي وحراسات وأطباء وإداريين وكل من يعمل في خدمة المريض في هذه المحافظة وكل محافظات الجمهورية إن شاء الله تعالى. نحن نرحب بكل الأخوة من مختلف محافظة الجمهورية الزائرين لمحافظة عدن. أهل عدن طيبين يحبون الضيوف ويكرمون الضيوف، وعدن منذ الأزل كانت دائما حضن لكل أبناء البلد، ليس أبناء اليمن فقط ولكن كل البلدان. فعدن تشكيلة مميزة، تشكيلة هرمونية تناغمية من عدة جنسيات، حتى عدن حضنت الجميع وستظل تحضن الجميع، ونحن نرحبهم دائما في أي وقت لزيارة عدن. دكتور رمزي علي علي والقائم بأعمال مدير عام مستشفى الصداقة، كل سنة وانت طيب وكل عام وأنت بألف خير وأسرتك الكريمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، نشكركم على هذا اللقاء والزيارة هذه الطيبة، ونتمنى للجميع التوفيق والتعاون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، تتواصل لقاءاتنا العيدية ونحن الآن في هذا المطعم الجميل، ومعنا الأخ رضوان علي محمد أحد مالكي المطاعم الجديدة والمسمى بجنة عدن. أهلا وسهلا بك أخ رضوان، وكل عام وأنت بألف خير بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ونقول في البداية كل عام وأنتم بخير وشعبنا اليمني جميعا بصحة وسلامة. وبالبداية نهني قيادتنا السياسية متمثلة بالأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة والشعب اليمني والسلطة المحلية في محافظة عدن، وأقول لهم بهذه المناسبة مناسبة عيد الأضحى المبارك والتي نحتفل بها جميعا كمسلمين، ومن ضمنها وهي اليوم تأتي وشعبنا اليمني يخوض انتصارات عظيمة في الجبهات، وإن شاء الله النصر قادم بإذن الله وتعود عدن كما كانت جميلة آمنة. ومع هذه المناسبة العيدية تشهد عدن افتتاح مشاريع جديدة كبيرة، ومن ضمنها مطعمنا هذا مطعم جنة عدن، والذي إن شاء الله نوفق في خدمة عدن أولا وخدمة المستثمرين وزبائنا، وحيث سنقدم لهم أرقى الوجبات من المطاعم التهامية والمطابخ برضو الصنعانية، وعندنا برضو المطابخ الحضرمي التهامي الصنعاني. أسباب الأخ رضوان تنوع هذه المطابخ، يعني سواء كانت الحضرمية أو الصنعانية أو تلك المطابخ التهامية، السر في هذا التنوع ولديكم هنا في هذا المطعم الجديد؟ والله في شوف الناس هم أذواق، ناس يحبوا الأكلات الصنعانية وفي ناس برضو يحبوا الأكلات التهامية، ناس يحبوا برضو المطبخ العدني، لذلك احنا حبينا ان احنا نلبي جميع الاحتياجات، يعني كل ما يتمنى ان شاء الله الزبون يلقى عندنا، وان شاء الله نوفق في هذه الخدمة بإذن الله. برضو عندنا خدمة جديدة، خدمة التوصيل، يعني خط الساخن، يعني اتصال نقدمها إن شاء الله من المطعم إلى الزبون مباشرة إن شاء الله. جميل. طيب مدى استعداداتكم في إجازة هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، وكما تعلمون بأن هذه هي مناسبة كبيرة وعظيمة تحتفل بها الأمة العربية والإسلامية، مدى الاستعدادات التي قمتم بإعدادها لهذه المناسبة، وكذلك أيضا تجهيزات لمثل هذه المناسبة؟ والله الحمد لله احنا بإذن الله وفقنا مستعدين تماما للخدمة هذه للمطعم، بإذن الله افتتاحنا سيتم ثاني عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله مستعدين لكل شيء بإذن الله. بإذن الله تعالى أنا أتمنى لك التوفيق وكذلك النجاح في هذه الخدمة التي تقدمها لكل الزائرين لهذه المحافظة محافظة عدن. طيب ما الذي الكلمة التي تود أن تقولها لكل الزائرين لمحافظة عدن؟ والله أتمنى وخاصة نوجه كلمة لجميع المستثمرين في التقدم. عدن مدينة ما شاء الله الجميع يتمنى الاستثمار فيها، مدينة آمنة حاليا وموفقة إن شاء الله في ظل الحكومة وفي ظل الرئيس عبد الرب منصور هادي حفظه الله إن شاء الله. جميل جدا. إذن ما هي التهنئة التي تحب أن توجهها في هذه اللقاءات الجميلة العيدية؟ والله أهني إن شاء الله جميع الأهل والأصدقاء، وأهني القيادة حكومة وشعبا، وأهني جميع الأصدقاء، وأخص بالذكر إن شاء الله الطاقم الجميل اللي موجود متعانا، وأهنيكم جميعا أنتم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك قضاء أوقات طيبة والنجاح في كافة أعمالك التي تقوم بها إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.
أعزائي المشاهدين الكرام، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. هذه العبارة التي يرددها الكثير من أبناء هذه المحافظة، محافظة عدن، وهي عبارة يرددها كل أبناء الأمة العربية والإسلامية، والتي تبعث البهجة والسرور، والتي أيضا هي تعبير عن الفرحة والاحتفال بإجازة هذا العيد وعيد الأضحى المبارك. أعزائي المشاهدين، طبعا هذه الفرحة نقلناها لكم عبر هذه القناة، قناة عدن الفضائية، وهي صورة بسيطة تعبر عن تلك الفرحة الكبيرة التي يحتفل بها أيضا شعبنا اليمني مع كل الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة. أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى لكم قضاء أوقات طيبة بمناسبة هذا العيد.